كما يدعون الآن في فتح المنعم وشرح صحيح مسلم. تسمعني لولا؟ نعم نسمعك. تفضل. نعم في فتح المنعم وشرح صحيح مسلم الجزء الخامس صفحة 622 وكان يدخل عليها الشاب الأيفع وكانت عائشة ترى أن إرضاع الكبيرة يحرم وقد أرضعت غلاما فعلا. يعني عائشة كانت ترضع بالشباب الأيفع الشباب المراهقين. أليس هذا زنا؟ أترضى ذلك لعرضك يا دمشقية؟ أتقبل أن أكون أخوك في الرضاعة وأرضع من والدتك؟ فكيف تقبلها لرسول الله؟ اتق الله يا رجل. هذا شو متعلق عفوا متعلق برضاء ايش عفوا برضاء ماذا رضاء الكبير اي نعم اي ذكر اهل نعم. العلم ومنهم القاضي هذا اذا ثبت عن عائشة وطبعا ما اتيت برواية الاصل يا حضرة المداخل ان تأتي برواية مسندة مش قال فلان دينك هذا دربك ذبح تفجير وقتل كفرت كل البرية عاد كافي ما تمل عايش بعمق البداوة وساكن بفكرك جهل لا عقل عندك وعندك جايز رضاع الرجل شوف وتعقل بكتبك تعقل عاقل وباطن صاعد ونازل صاير رياضي ما ورد في فتح المنعم في شرح صحيح في شرح صحيح مسلم لموسى شاهين لاشين الجزء الخامس صفحة 622 أنه قال أنه يدخل عليها الغلام الأيفع وكانت عائشة رضي الله عنها ترى أن إرضاع الكبير يحرم وأرضعت غلاما فعلا وكان يدخل عليها. هل كانت عائشة ترضع شباب قريش؟ هل يجوز ذلك أن تعطيهم الحليب من صدرها؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فهذا رأي رأته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها واجتهدت وجانبها الصواب وهي بشر هي بشر اجتهدت وجانبها الصواب بارك الله فيك ونحن بشر. أما العصمة فليست لأحد إلا للرسول عليهم الصلاة والسلام. السلام عليكم. في مصادركم؟ نعم نعم. ألا تقول يا دمشقية أترضاها لأمك عائشة؟ هل ترضاها؟ أجب بنعم أو لا. إيش هو السؤال؟ سؤال مرة أخرى. نعم إن رسول الله في كتبكم في مصادركم أنه قد تزوج من عائشة وكان عمرها 7 سنوات وكان يفاخذها فهل تقبلها لأمك عائشة يا دمشقية أم لا؟ طيب هيرد عليك الشيخ. نعم هيرد عليك الشيخ. هذا السؤال. نعم شيخنا. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالزواج فتزوج نعم. وإذا كان الأمر من الله سبحانه وتعالى أن يتزوج نعم وإذا ثبت ذلك وهو ثابت فإن الإشكال إذا تزوج النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان عمره 7 سنوات ولا 9 سنوات